مباراة ثمينة وثلاث أهداف ملعب شباب الأهلي. والله بصراحة أول شيء مبروك للزعيم العناوي وهارد لك للأهلي. بصراحة الفريق ما توفق فايد فرص، ضيعنا فرص وايد انفرادات. المدرب ما أدري ليش داش بهاي التشكيلة بصراحة، عنده ظهير ميلسن احتياط وميلس المدافع مخلنا ظهير. ليش؟ أحسن مدافع كل ما كان يلعب في شو اسمه في المباريات الرسمية أوكي كان يدي بشكل زين، ليش حطيته ظهير؟ اليوم خسرنا ثلاث نقاط عن فريق منافس اللي هو العين. إحنا اليوم نقول سوء التركيز لفريقنا، ولكن إن شاء الله يعني هي ثلاث نقاط وليس الدوري، يعني الدوري طويل بعد. أخطاء كثيرة من المدرب، وزي ما قال إن إحنا النهاردة نبتدي باثنين محترفين بس من أصل خمسة علامة استفهام. أنت بوجدان الموسم اللي فات تاريخه في الإصابات معروف، ودبور لعب ماتشين ثلاثة واتصاب، ولوكا نزل مش شايف قدامه عمل. يعني احنا بندفع في المحترفين فلوس بالدولار وعشان خاطر في الاخر نلعب باللعيبة المواطنين والمقيمين؟ ينفع كده؟ يا ريت بقى في الشتاء نشوف تغييرات جذرية والمدرب يقعدوا معاه ويراجع حساباته، وإلا ياخد أول طيارة ويطلع على بلجراد. الفريق ناقص، والفريق ماله بدلاء، يعني النقص ماله بديل، ما يتعوض النقص.